بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا سامعا لكل شكوى، يا سامعا لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا فالق الحب والنوى، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي عنه أحد، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكر شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين، يا من ترى مكاننا، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك حالنا،
نحن الفقراء إليك وأنت الغني وأنت الغني بمن نستغيث وأنت الرحيم وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر وبمن نستجير على هذا المس وأنت القوي القادر وأنت القوي القادر يا حي يا قيوم يا من نواصي العباد يا من نواصي العباد بيديك وأمورهم ترجع إليك اللهم أبطل كل سحر في أجسادنا اللهم أبطل كل عقدة في أجسادنا اللهم قطعها تقطيعا اللهم قطعها تقطيعا وقطعناهم ومزقناهم كل ممزق اللهم مزق كل عقدة في هذا الجسد اللهم قطعهم تقطيعا ومزقهم تمزيقا اللهم دمر كل عقدة تفرعت منها العقد اللهم دمر كل وتد في هذا الجسد اللهم دمر كل وتد في هذا الجسد صنعه الساحر اللهم دمره تدميرا وبطل ما كانوا